وفاة الأمير إبراهيم بن الأغلب. ابتدأ أمر إبراهيم في الزاب، حيث نبغ ذكره بين الجند وتلطف لعامل العباسيين على إفريقيا الوالي هرثمة بن أعين، فأقره على الزاب. بعد هرثمة تولى إفريقيا الأمير مقاتل بن محمد العكي، فثارت عليه مجموعة من المعارضين واستطاعوا إخراجه من القيروان، فتدخل إبراهيم بن الأغلب لنصرة العكي واستطاع دحر الثائرين. فعلم الخليفة هارون الرشيد بما فعل وكافأ بأن ولاه إفريقيا. كان على علم بالأدب والفقه، شاعرا خطيبا شجاعا. استمرت إمارته 12 سنة ونيف، ومات بالعباسية عن عمر ناهز 56 عاماً.